الأردن بفلسطين، يعني كثير فيها الحضور المسيحي القوي اللي كان آنذاك قسيس، ولا أنت كيف شايف؟ يعني حضورنا ما انقطع من فجر التاريخ. نعم. كمسيحيين احنا احفاد الرسل. نعم. وكنايسنا موجوده بتشهد الحكي هذا. نعم. فانه نحتفل بكنايسنا الاثريه، هذا احياء لتراثنا واحياء لوجودنا، وتاكيد على رساله الظهور، ظهور الله، الله ظهر لنا بواقعنا. صح. وهذا واقعنا لازم نحتفل فيه. نعم. يعني بعد 1500 سنة إذا بنحيي هالأثرات هذه ونقيم فيها نرفع الصلوات، يعني إشي كتير كتير مفخرة خاصة. الحمد لله، يعني بقول هالبلاد اللي إحنا المنطقة الشرق الأوسط أو البلاد العربية، إن كان بالأردن بفلسطين، يعني كتير فيها الحضور المسيحي القوي اللي كان آنذاك قسيس، ولا أنت كيف شايف؟ يعني حضورنا ما انقطع من فجر التاريخ. نعم. كمسيحيين احنا احفاد الرسل. نعم. وكنايسنا موجوده وبتشهد على الحكي هذا. نعم. فانه نحتفل بكنايسنا الاثريه، هذا احياء لتراثنا واحياء. نعم. لوجودنا، وتاكيد على رساله الظهور، ظهور الله، الله ظهر لنا. نعم. بواقعنا. صح. وهذا واقعنا لازم نحتفل فيه. نعم. يعني بعد 1500 سنة إذا نحيي هالأثرات هذه ونقيم فيها نرفع الصلوات، يعني إشي كتير كتير مفخرة خاصة عندنا هون بالأردن. فإحنا شاكرين لهالحكومة ولهالدولة الأردنية إنها برضو تعيد النظر في الأماكن المقدسة، التاريخ المقدس المسيحي الموجود على هذه الأرض، إن كان بنهر الأردن في الاحتفالات. نعم. المقدسة إنها نعمة كبيرة، إقامة الصلوات على ضفة النهر وإعادة هذا، يعني رمزية هالأحداث اللي إحنا طبعا حياتنا المسيحية معتمدة عليها. طبعا يعني إحنا بتعقيبا على كلامك، نحن اليوم بالأردن عمالنا بنحيي الكنائس. نعم. والحكومة مشكورة عمالها بتدعم إحياء الكنائس. نعم. حتى نكون كلنا بنسيج واحد. وجودنا على نهر الأردن هو تأكيد لرسالة يسوع. نعم. بس كمان تذكير لإلنا برسالة يوحنا المعمدان. نعم. توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. نعم. بالفعل. وهذا لازم دائما نرجع ونأكد على حالنا، نمهد الطريق مع يوحنا. نعم. خلال الفترة الماضية، من خلال العشر سنوات الماضية، احتفالات الوحدة بلشت يعني تاخذ طابع مسكوني الحمد لله بالأردن، يعني عم نشوف. كان سابقا شوي كانت المبادرات، يعني بديش أقول ضعيفة، لكن كانت هيك خجولة، لكن من عشر سنين بلشت المبادرات تظهر ويصير فيها الاحتفال المشترك والتحضير له خلال بالأردن. فكيف ترى موضوع الوحدة؟ وبعدين بدنا نيجي على هذا الموضوع لهذا العام ندخل فيه. يعني موضوع الوحدة الكنسية موضوع مهم ولكنه شائك للأسف. نعم. نحن عمالنا نحتفل ومنتحاور مع بعض ومنحكي. نعم. مع بعض. الوحدة الكنسية، الحركة المسكونية قطعت شوط كتير كبير، ولكن. نعم. هذا لا يعني أنه احتفظلنا. نعم. فوجودنا بهالأسبوع حتى نصلي مع بعض. نعم. هو نعم احتفال، بس تذكير لإن إحنا بحاجة إن نتوب. نعم. نتوب عن هالخطية اللي عمالنا منحطها بجسد المسيح. نعم. نقسم جسد المسيح، قسمين جسد المسيح بأفكارنا، ومنبتعد عن بعض من خلال افتراقنا واحد عن الثاني. فهالصلاة هذه بتذكرنا دائما. نعم. يسوع واحد. بتذكرنا دائما الكنيسة واحدة. وبحاجة انه نرتب امورنا حتى ما ننسى هذا الامر، ما ننسى انه يسوع واحد وبيدعونا نكون في وحدة واحدة. قسيس، لماذا نحن احنا الكنائس الشرقية، يعني هذه الأنانية او الغيرة على كل منطقة عغيرتها على كنائسها؟ يعني احنا هذا اللي عم بيصير عندنا، انه الانفتاح على الكنيسة الأصلية مثلا،
بالبلد هون بالشرق الأوسط أو بمنطقتنا الأراضي المقدسة، بتلاقي كل كنيسة بتحاول إنها تحمي وجودها وهيمنتها على الآخرين. وكان بتقول لك أنا هون الأصل، أنا قبلك، أنت أجيت بعدي. أنت أجيت بعدي. فهون رسالة الوحدة، هل هذا الحق مشروع أم هنا رسالة الوحدة؟ إنه مش غلط أنت الكنيسة الموجودة كنت بالأصل ككنيسة مثلا كنائس شرقية، جاءت إلى المنطقة كنائس أخرى وانضمت إلى العائلة الكنسية لنكون مع السيد المسيح واحدا. هل موضوع الوحدة عم ينطلق من هذا الـ يعني هذه المسار؟ الخوف على تراثنا والخوف على من عدم يعني ما بنفتح نفسنا حتى نشوف الآخرين. الآخر هو جزء منه، بسميها أنا عقدة الأقلية. نعم. منحس حالنا وكنا احنا ضعاف، بدنا نحمي حالنا، بدنا يعني بدنا ندير بالنا على حالنا حتى ما نضيع. الأفضل منا نفكر ونثق بالله اللي خلال تاريخنا المسيحي اعتنى فينا. بكل الأمور اللي مرت فينا الله دائما معنا، ورسالة المسيح رسالة الإنجيل دائما منتشرة بكنائسنا برغم من إذا بدك هالضعف اللي ممكن نحس فيه. فانغلاقنا هو ضعف وليس قوة. انغلاقنا هو يدعو إلى انعزالنا وليس إلى وجودنا مع المسيح بين الناس. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، الكتاب المقدس بعطينا مثل كتير مهم في تقسيم العمل بيننا وتوزيع الشهادة كل بحسب موهبته. بأعمال الرسل الأصحاح 15 بيجتمع المجمع الرسولي الأول ما بين الكنيسة في القدس برئاسة القديس بطرس والكنيسة اللي انتشرت في العالم مع بولس الرسول. وبيقسموا العمل بمحبة. اليوم بحاجة نرجع لهالفكر انه وين قوتي حتى أفرضها وأخذ الدعم من الآخر، وبنفس الوقت وين قوة الآخر حتى أعطيه الدعم وأكون معه. مش لازم نكون نسخة زي ما حكينا، لازم نكون كلنا مكملين أحدنا للآخر. والله أعطانا مواهب مختلفة حتى ننطلق فيها للعالم. غنى كبير لما نكون مع بعض ونتعلم من بعض.